نرحب فيكم مشاهدينا من جديد. وفي خبر سعيد، أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. هم 3 مواطنين و3 مواطنات، ليرتفع بذلك عدد الحالات اللي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 49 حالة. وقال الشيخ الدكتور باسل الصباح أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الست من الفيروس، وذكر أيضا أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.